انطلقت الدورة التاسعة من المهرجان المغاربي للفيلم في مدينة وجدة الواقعة شرقي المغرب تحت شعار وجدة ملتقى السينما المغاربية. الدورة تقام هذا العام بطريقة رقمية بسبب جائحة كورونا. 6 أفلام ستتنافس على جوائز مسابقة الأفلام الطويلة، بينها الفيلمان المغربيان من أجل القضية للمخرج حسن بن جلون ومباركة للمخرج محمد زين الدين. وتضم أيضا مسابقة الأفلام القصيرة 12 فيلما من بلدان عربية مختلفة. للحديث أكثر عن هذا المهرجان يسعدني أن أستضيف من مدينة وجدة المغربية خالد السلي، مدير مهرجان وجدة السينمائي. أهلا بك أستاذ خالد معنا. إذا هذه الدورة طبعا لا تشبه أي دورة سابقة، كونها طبعا نظمت بشكل رقمي عبر المنصة الرقمية. كيف كان تنظيم هذه الدورة؟ في الحقيقة التنظيم هو أسلوب جديد في التنظيم، أسلوب جديد علينا. كنا أمام خيارين، إما أن نقوم بدورة رقمية عن بعد، أو ننتظر إلى ما بعد انتهاء أزمة كورونا. ووقع اختيار أعضاء الجمعية وأعضاء اللجنة التنظيمية على أساس أننا نقوم بدورة افتراضية، وهذا كان يستوجب منا أن نقوم بعدة تغييرات على مستوى تأهيل الموقع الإلكتروني للجمعية بشكل جمالي وشكل تقني وبأسلوب تقني لا يصيبه الأعصاب، العمل على مواقع التواصل الاجتماعي وخلق واحد قاعدة من المتفرجين، وهذا ما قمنا به. وفعلا تقريبا نفس الأنشطة اللي كانت في المهرجان الحضوري هي نفسها الموجودة الآن، لكن بشكل افتراضي. نعم. طب أستاذ خالد، نعم أستاذ خالد، غالبا المهرجانات ومنها مهرجانكم بطبيعة الحال يعني يستضيف أفلام حديثة وحديثة جدا. هل الأفلام لهذه الدورة كانت جديدة؟ بمعنى هل أتيح للمخرجين والمنتجين أن يصنعوا أفلاما جديدة السنة الفائتة خلال جائحة كورونا؟ هو دائما عندما تعرض الأفلام افتراضيا المخرجون والمنتجون يهابون قليلا مسألة القرصنة، ولكن مع ذلك هناك تأمين تام لعدم قرصنة الأفلام عن طريق تقنيين مشتغلين مع المهرجان. وفعلا قمنا بهذه العملية. عندنا أفلام ديال 2019، عندنا أفلام قصيرة 2020، يعني كاين إنتاجات. هو حتى في الوقت اللي جات فيه كورونا كان تصوير بعض الأفلام، خاصة الأفلام القصيرة، وهناك بعض الإنتاجات ديال الأفلام الطويلة. قمنا إذا هناك أفلام جديدة سنوات الإنتاج ديالها. احنا غالبا نقبل الأفلام التي تكون لها سنتين من وقت الإنتاج. إذا أخذنا أفلام 2019 و2020، وهذا ما وقع. نعم، مهرجانات كثيرة وفعاليات ثقافية يعني جرت هذا العام بشكل افتراضي. ثمة تخوف من أن تلك الفعاليات نجحت، وبالتالي ربما هذا ما سيؤول إليه شكل الحياة الثقافية، خاصة وأن هذه الطريقة ربما تختصر الكثير من المصاريف، من الميزانيات، من السفر وتعطيل الأعمال. ما رأيك بذلك؟ يا أستاذ، عندما أقول لك شاهدت مدينة باريس، لا بد لي أن أذهب إلى باريس وأشاهد معالم مدينة باريس. أنا أقول لا شيء سيغنينا عن مهرجان حضوري، ولكن هذه الطريقة الرقمية رغم أننا كنا مضطرين لاستعمالها 100%، لها عدة مزايا. فمثلا ندوة البارحة كان فيها 4000 مشاهد للندوة، وكنا في ظرف عادي حضوري لا نتجاوز 100 مشارك. بالنسبة للحفل الافتتاح شاهده ما يزيد عن 15000 متفرج،
وهذا لم يكن متاحا من قبل. أما هذا بالنسبة ما للباراشوت، يصنع التخوف، هذا ما يشكل تخوف من أنه نعم، اليوم. حتى بالنسبة للورشات، الورشات كنا نقوم بورشات لشباب محلي من مدينة وجدة. هذه السنة الورشات كانت بأبعاد دولية، من الدول المغاربية، الدول العربية، ومن آسيا، من إفريقيا. إذن والورشة كانت تستوعب 20 فرد. أما هذا العام فقمنا بورشة إخراج ل102 من المشاركين. إذن أليست هذه مزايا؟ هي مزايا. والدرس الذي التقطناه هذه السنة أننا إن شاء الله السنة المقبلة بعد أن تنجلي الجائحة سنقوم بدورة حضورية ومصاحبة لها، تكون الدورة رقمية، ويكون مثلا تكون الورشة فيها جانب من الحضور وجانب من الناس الذين عبر العالم يمكن أن يشاركوا معنا بشكل افتراضي. وهكذا سنجمع الصيغتين ونحقق ما كنا نصبو إليه. نعم خالد السلي، إذن مدير مهرجان وجدة السينمائي، كنت معنا من وجدة، شكرا جزيلا لمشاركتك.